بتطلبك بالاسم؟ اه كتير. طيب استاذ مصطفى. انا مصطفى. انت مواطن مصري قابلت ليك تجربه في التشطيب؟ اكيد. تجوزت ولا لسه؟ لا لسه، شهر 10 ان شاء الله. لسه بتصطب؟ اه يعني بقفل خلاص. قول لي قصتك مع الصنايعيه المصريين، وهل احنا عندنا ازمه فعلا في الصنايعيه؟ هي ازمه هم كتير يعني، هم كعدد وكتواجد موجودين كتير، بس كان يثبتوا ان ده يعني كل صنايعي ان هو يثبت ان هو صنايعي فعلا، ان هو ليه في المهنه او لا، او دخل يجرب فيك زي ما حضرتك قلت من شويه، دي اللي تبقى صعبه يعني. دايما لما حد يرشح صنايعي يقول التحذير بتاعه مع الترشيح، يقول لي بس هيتعبك في الوقت، هيتعبك ان هو يرد عليك، هيتعبك في يعني لازم انت تكون على راسه كل شويه، هتحتاج تعدل عليه حسب يعني بيرصح لك الصنايعي، بس يقول لك بس مع عيوبه، لازم بس مع عيوبه، لازم بس. انت رايك ان احنا عندنا مشكله في مستوى الصنايعيه والمهاره والصنعه، ولا في الالتزام والضمير، ولا الاثنين؟ هو ممكن الاثنين، بس بشكل اكتر الالتزام والضمير. الالتزام والامان والضمير طبعا. والضمير ايه اللي قابلته من مشاكل؟ احكي لنا كده. كانت المشكله الاكبر كانت مع النجار او شغل النجار. الخشب عموما لان نجار الباب والشباك والكلام. الباب والشباك لان اللي حصل. احنا في البدايه رحت ورشه عشان اشوف، عشان مثلا عايز ابواب بمقاسات معينه. في البدايه الورشه خدت المواصفات والمقاسات وكل حاجه، ما عدا الاستلام جه الحاجه تمام جاهزه. تمام جاهزه. رحت استلم لقيت الحاجه غير اللي انا عايزها تماما، غير اللي انت متفق عليها خالص يعني، لا مقاس ولا شكل يعني، حتى يعني المواصفات كلها مختلفه خالص يعني. بس فطبعا في صنايعي هيجي يركب من الورشه، يجي يركب الحاجه، فهو قال لي دي بتاعتي ومالكش دعوه وبتاع، انا هركب، انا مسؤول. انا مسؤول. فالحاجه مش منطقيه ان هي تركب، بس تمام براحتك. جه الشقه بيحاول يركب الحاجه، طبعا ما ركبتش. المقاسات ضربة والشكل يعني. انا مثلا في مثلا باب جرار المفروض يعني ليه الحلق بتاعه، هو عامله من غير حلق. في باب مفروض ان هو متطابق يفتح ضلفتين مع بعض، هو عامله زي الشيش. فبس فهو قال لي الكلام ده ممكن يتعدل، بس هيعوز فلوس اضافيه. تمام. انت ذنبك ايه؟ ما هو بقى يعني هو قال لي مش بتاعتي، بتاعت الورشه. انت اتحركت طيب من الورشه وقلت ان حاجه تتعدل عادي مفيش مشكله، انا هظبطها ودي مسؤوليتي. قال لي لا، ما كنتش اعرف ان هي غلط كده، مش بتاعتي. فطبعا حصلت مشكله جامده، وفي يعني حد من العماره رشح لي نجار تاني. قال لي الحاجه تتعدل بسهوله. طيب الحاجه تتعدل في قد ايه وكم تكلفه يعني، تكلفتها تبقى قد ايه وكده. فقال لي التكلفه بتاعتها، وقال لي تعدل في يومين بالظبط. عدى حوالي 5 ايام، الحاجه تعدلت. قال لي تعدلت. ببص على التعديل لقيته يعني هو بوظ الخشب. اللي هو اصلا في مشكله. فكانت المشكله معاه، كانت مشكلتي معاه اكبر يعني. ومفروض الزمته ان هو هيعمل بابين هو من اول وجديد. راح عملهم من اول وجديد وجابهم برده فيهم غلط برده. يعني هو شغل النجاره كان المفروض ياخد اسبوع او 10 ايام، خد معايا بالظبط شهرين ونص تاخيرات، والشغل مش طالع كويس. يعني هو لو عمل بابين غلط، جبت بقى نجار ثالث من البدايه خالص وعمل الحاجه من البدايه خالص، والموضوع اتكلفت فلوس زياده. طبعا اتكلفت فلوس زياده وحصلت مشاكل يعني. طيب استاذ نبيل، حضرتك حياتك فيها جانب اكاديمي في مدرسه صناعيه بتعلم الولاد وبتمارس المهنه بصراحه جديده كده. عندنا زي ما كل الناس بتقول ازمه صناعيه في مصر، مش في العدد، في المستوى، في الكفاءه، في المهاره، في الالتزام، في الضمير، في الامانه. انا كل ما اقابل حد بيقول لي بشتكي من الصناعيه. ليه؟ احنا عندنا احسن صناعيه في مصر. عندنا احسن صناعيه؟ بس هي عايزه شويه تنظيم بس، مش اكتر. ازاي؟ اشرح لي ازاي. انا زي ما الاستاذ كان بيتكلم عن مشكله النجاره، انا المفروض في حاجه مكتوبه يقول لك يكتب المواصفات بتاعت الشغل بتاعتي اللي انا عايزها. عقد اتفاق يعني؟ عقد اتفاق، ويكتب مواعيد التسليم وشرط جزائي، وانا كصاحب شغل اروح ابص عليه كل فتره هو وصل لانهي مرحله، من خوف ان هو يعمل حاجه غلط انا مش عايزها. لما يقف عند الشغل في مرحله بدري شويه
اقول له لا دي انا مش عايزها، يبقى سهل التغيير فيها. انما انا افاجئ ان انا اروح استلم شغل في الاخر خالص ويطلع الشغل مش هو، هي دي اللي بتعمل مشكله. اه هي في صناعيه حلوه كل حاجه بس عايزه شويه تنظيم. طب ليه هو يقعد يتابع كل يوم وهو عنده شغل وكان طالما اتفقنا على كل حاجه ليه الصناعي ما يلتزمش؟ ما هو عارف من ايه، من امن العقوبه ايه اساء الادب. هو عارف ان لو في عنده شرط جزائي هيدفعه ثمن الحاجات دي ما كانش عمل كده. بصراحه شديده كده في صناعيه كتير ما بقاش عندهم امانه ولا ضمير زي زمان. اه في، وفي المقابل برضه في كويس كتير اكيد طبعا.